عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس هالة، مدرسة لغة عربية للصف الأول الابتدائي من مدرسة ليدرز لغات. نفتح مع بعض سنة أولى كتاب المدرسة صفحة 141 ونكتب تاريخ النهاردة 16/4/2020 ميلادية. أول سؤال عندي، عاوزني أستخدم الفعل المضارع وأكمل الجمل دي. تعالوا نفتكر مع بعض يعني إيه فعل. إحنا قلنا الفعل يعني حاجة بتحصل، حاجة حصلت، هو حدث. زي لما أنا دلوقتي بعمل إيه؟ بشرح الدرس. أنت بتعمل إيه؟ بتذاكر أو بتسمع. أخوك مثلا بيلعب، أختك بتأكل. دي كلها أفعال يعني حاجة بتحصل. طب قلنا في فعل ماضي وفي فعل مضارع. فعل الماضي يعني حاجة خلاص حصلت وانتهت، حاجة خلصت. زي لما أقول إيه؟ ذهب، فتح، مسك، وقف، جلس. دي كلها حاجات إيه؟ خلصت. فعل المضارع حاجة أنا بعملها دلوقتي. زي أنا دلوقتي بعمل إيه؟ بشرح، أنت بتسمع، يلعب، يأكل، يجري، يقف. دي كلها أفعال إيه؟ مضارع. طيب أول جملة عندي هنقول إيه؟ المعلم الدرس. هنقول يشرح. المعلم بيعمل إيه؟ بيشرح الدرس. طيب الجملة اللي بعديها، الفريق بحماس. الفريق بيعمل إيه؟ بيلعب. بيلعب الفريق بحماس. الأرنب الجزر. ممكن نحط كلمة إيه؟ ممكن نقول يأكل. الأرنب بيأكل الجزر. اللي بعديها، الأسد عن طعام. الأسد بيبحث يعني بيدور على طعام. السؤال اللي بعديه، مديني كلمات فيها أخطاء وعاوزني أصوب الخطأ. يعني أنا أكتب الكلمة تاني بعد ما صحح إيه؟ الخطأ. أول كلمة عندي وردة. الكلمة دي فيها التنوين. إحنا قلنا يعني إيه تنوين يا سنة أولى؟ بنطق نون ما بكتبهاش. بنطق نون بس مش بكتبها. بكتب إيه مكانها؟ بكتب مكانها فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، لأن التنوين ثلاث أنواع: تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. قلنا التنوين بالفتح لازم بزود له ألف، بس لو الكلمة آخرها تاء مربوطة أو همزة أو ألف مش بزود الألف، بكتب الفتحتين بس. طب عندي هنا كلمة وردة آخرها تاء مربوطة، صح إن أنا أحط لها ألف كده سنة أولى؟ طبعا غلط. يبقى أنا هكتبها تاني من غير إيه؟ من غير الألف، حط إيه؟ الفتحتين بس. طيب اللي بعديها، كلبا. لسه قايلين التنوين بالفتح لازم بزود له ألف. الكلمة دي ولا آخرها همزة ولا آخرها تاء مربوطة، يبقى هكتبها وزود ألف. الكلمة اللي بعديها، حصان. طبعا التنوين بيكون على آخر حرف وهيكون على النون إيه كده. السؤال اللي بعديه، عاوزني أعبر عن الصور دي واستخدم هذا وهذه وهؤلاء. اتكلمنا عن أسماء الإشارة وعرفنا إن أنا بستخدم أسماء الإشارة دي لما أكون عاوز أشاور على حاجة. وأسماء الإشارة، هذا للمفرد المذكر يعني ولد واحد، هذه للمفرد المؤنث يعني بنت واحدة، هؤلاء لجمع العاقل يعني الجمع اللي بيفكر. الجمع اللي مش بيفكر غير العاقل بياخد إيه؟ بستخدم له هذه. طيب أول صورة عندي، بيت. ده مفرد مذكر، هقول إيه؟ هذا، هذا بيت. طيب اللي بعديها، صورة كرة. كرة دي مفرد مؤنث، تاخد إيه؟ هذه. اللي بعديها، قلم. مفرد مذكر، مفرد المذكر بستخدم له هذا. اللي بعديها، أطباء. ده جمع عاقل، كما بيفكر، بياخد ايه؟ هؤلاء. بنت واحدة يعني مفرد مؤنث، تاخد هذه. اولاد كتير، كما بيفكر، بستخدم هؤلاء. دي كده سنة اولى اسماء الاشارة بستخدمها لما اكون عاوز اشاور على حاجة. عايز اشاور على القلم، على الكتاب، على الولد، على المعلم، استخدم هذا. عايز اشاور على بنت، معلمة، تلميذة، وردة، استخدم هذه.
عايزة أشاور مثلا على تلاميذ كتير، أطباء، معلمون، أستخدم هؤلاء. غير العاقل يعني جمع مش بيفكر، جمع غير العاقل بستخدم له هذه، زي لما أقول مثلا أشجار، فصول، قطط، ده كله جمع مش بيفكر. نجيب بقى الصفحة اللي بعديها. عاوزني أعبر عن الصور دي بجمل. طب أول صورة عندي الولد ده بيعمل إيه؟ لو كملت في صورة إنه هنلاقي الولد بيأكل، هنقول إيه؟ يأكل الولد الطعام. طيب اللي بعديها الولد بيعمل ايه؟ بيلعب، بيلعب بالكرة، هقول يلعب الولد بالكرة. يأكل ويلعب ده أسماء ولا أفعال يا سنة أولى؟ دي أفعال، يأكل ويلعب. يأكل فعل مضارع ويلعب كمان فعل مضارع. السؤال اللي بعديه عاوزني أكتب المد والممدود في الكلمات دي. تعالوا نفتكر مع بعض المد كم نوع. المد 3 أنواع، مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. وقلنا الحرف اللي قبل المد على طول بيسمى ممدود، الحرف اللي قبل المد بيسمى ممدود. قلنا المد مش بنطقه، لا بيكون عليه تشكيل. المد بيعمل ايه؟ بيطول الصوت اللي قبله، خليني اطول في الحرف الممدود. طب اول كلمة عندي خروف، فيها مد بالايه؟ فيها مد بالواو. حرف الممدود ايه؟ حرف اللي قبل الواو على طول هو الراء. الكلمة اللي بعديها قطار، مد بالالف، حرف الممدود الطاء. الكلمة اللي بعديها حظيرة، مد بالياء، والحرف الممدود الظاء. السؤال اللي بعديه سنة أولى عاوزني أوصل الصور دي بالجملة المناسبة أو الجملة اللي بتعبر عن الصورة. تعالوا نشوف أول جملة عندي، تجري القطة خلف الفأر. فين الصورة اللي القطة بتجري فيها خلف الفأر؟ أهي نوصلهم ببعض. الجملة اللي بعديها المركب تسير في البحر. فين الصورة اللي فيها مركب في البحر؟ أهي. اللي بعديها في السماء سحاب. أهي كده يا سنة أولى احنا خلصنا كتاب المدرسة كله. كل سنة وانتم طيبين. يا رب نحل التدريبات دي في كتاب المدرسة، واستناكم تبعتولي. شكرا لكم يا سنة أولى.